بس اكيد عندنا ايجابيات. عندنا ايجابيه اكيد، عندنا حاجات ممكن نسلك بيها ان شاء الله. بص يا كريم، خلينا نتكلم كده بسرعه عن منتخب مصر. احنا دلوقتي اكتر شيء بيشغل الناس طبعا خط الدفاع، كلنا متفقين عليه. كنت اتمنى الونش يكون موجود بس للاسف ما فيش الونش. فالخلاف كله على مين الثلاثه اللي في النص ومين الثلاثه اللي قدام. صح هو اللقطه عشان نقدر نحكم على ده، فانا محتاج اعرف انا عايز ايه من اللعيبه دي. صح. انا طالب مين؟ هل انا طالب ان حد يطير؟ هل انا طالب ان فلان الست ده هيعمل ايه؟ ده ممكن نتكلم في اللي بيحصل لمنتخب كوتيفوار. فانت محتاج حد الست ده يكون شخص بيثبت في مكانه، يقدر يعمل الدور الدفاعي بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت يقدر يطلع الكوره من رجله بشكل كويس طبيعي عشان تخلق مساحه بعيدا عن المساحه اللي احنا اتكلمنا فيها في ماتش السيريو. ممكن نبص على الفولدر بتاع المساحات يلا في منتخب كوتيفوار. الطبيعي في الوقت ده ان انت محتاج يعني ترمي طعم بالبلدي كده، فان حد يضغط عليك فتبدا تكون مثلث عشان المثلث ده تخرج بيه من هنا. هنا بنتكلم في الماتش الاولاني محتاجين نجري الصور دي شويه لحد ما نظهر للقطه اللي احنا عايزينها. فده لعيب السته. الاثنين اللعيبه اللي قدام انا عايز منهم ايه؟ يعني انا عايز هنا دي هنا لقطه في ماتش سيراليون، الراجل ده يا دوب عمل باص، ده هيجري من وراه يستلم. في نفس الوقت الجناح ده لو ضم لجوه ورا كونان في مساحه رهيبه تقدر تضم فيها، فدي لازم تكون انت مستغلها. فلازم اللعيب بتاع نص الملعب اللي هنا ده يكون لاعب كوره، يبص يرفع عينه ويلعب الكره الطويله للشخص اللي بيجري عشان تاخد منها اللي انت عايز توصله. ان شاء الله عمرو السليه غالبا باذن الله يكون ده في الحته دي عمرو السليه. صح. مين من الاثنين اللي مع عمرو السليه؟ انا اتفقنا شخصيا متفق ان حمدي فتحي يكون هو اللاعب رقم 6. بس اللاعب اللي على اليمين اللي هو الكلام عن محمد النني بيتهاجم بشكل كبير جدا عشان انا بلعب الكره لورا او انا ما بلعبش كره لقدام. في رايي ده مش دايما بيحصل، هو اوقات بيعمل ده، ولكن انا طالب ايه من النني؟ لما شفنا مثلا النني في ماتش غينيا بيساو في الشوط الثاني، لما شفت ماتش السودان، انت بتتكلم في اثنين نني مختلفين تماما عن بعض. صح. نني في ماتش السودان 6-8 ظهر منه ايه؟ ظهر منه ان هو بيتحرك في المساحه لما صلاح يسحب الراجل الباك او الشخص اللي مراقبه لجوه او لبره، فنني بيتحرك في الحته دي. صح. هو بيتحرك بيوصل بس هي مش بتاعته. لما بيوصل في الحته دي ما بيقدرش يعمل ده. في نفس الوقت انا ما عنديش مشكله مع اي فكره لاي حد طالما انت هتطبقها، بس انا عندي اداه موجوده بتلعب ناحيه اليمين، حافظه ناحيه اليمين، بتقدر تعمل ده. هو احمد سيد زيزو. صح. لو وصل بنفس الشكل ده يقدر يعمل خطوره. وارد ما يكونش او الفكره الاكبر ان هم يكون حمدي ساقط لتحت اكتر فنني ساقط وراه ونلعب ان السوليه هو يلعب الكره الطويله. وارد جدا وان يبقى زيزو الشوط الثاني. بس لو هنعمل اللي شفناه قصاد السودان، يعني انت لو وصلت النني في مكان الجناح مكان محمد النني فكان الافضل لك يبقى زيزو. لو انت بتعمل باني الخطه بتاعتك انك عايز توصل النني ان صلاح يفضي والنني يروح ناحيه الجناح فيبقى زيزو احسن. بالظبط. لكن لو انت عايز تستخدم النني اكتر ادواره تبقى دفاعيه اكتر مع حمدي فتحي في الرقم 6 فده يبقى مفهوم النني هيشارك ليه. بالظبط. بس ما تخلقش للنني موقف هجومي. بالظبط. دي اللي انا كنت بكلمك عليها من شويه، دي السنه 22. ده اسماعيل بن ناصر، الكره لو اتلعبت له الراجل ده يروح يقدر يشوط، يقدر يوزع الناحيه الثانيه للجناح اللي فاتح بكل سهوله، تقدر تروح تعمل هجمه. مطلوب ايه؟ مطلوب ان الباك ده زاد، شخص بيرفع عينه يعمل ده. احنا بنتكلم كل الحالات دي ثالث حاله، احنا في ثانيه 41 لسه في الماتش. الراجل ده اهو بيتحرك هنا، الكره ما اتلعبتلوش، الصوره اللي بعدها هيضم لجوه يستلم الكوره. لو هو بص ساعتها وبنجاح اتحرك، ده البلايلي اعتقد، ولو بنجاح اتحرك كان خدم فرقه. صح. كل ده احنا بنتكلم في لسه في اول 50 ثانيه من ماتش. هو مهم جدا لكوتيفوار، مش عايز منه اكتر من تعادل. بيظهر بالشكل ده. فاحنا لازم نستغل الكلام ده لحد يكون بتاع كوره يستلم. دي حته بتاعت مرموش قوي اللي بيضم فيها، بيسيب الجناح ويضم لجوه ياخد الكوره. شفنا ده الجون اللي جاب في ماتش ليبيا. اتمنى ان هو يكون بكره في مستواه يا رب. محتاجين ان هو يكون بيظهر بالشكل ده. بالظبط. ان شاء الله يبقى اظهر بشكل احسن عشان نشوف منه اللي احنا محتاجينه. كمل الصوره اللي بعد كده. هنا بنتكلم في موقف اثنين هم فاضيين تماما، 1 2 3 4 5 دول 8 لعيبه منتخب كوتيفوار. الحاله الدفاعيه سيئه جدا، بتتكلم في انت لسه متعادل 0-0. 2 لعيبه بيقدروا يستلموا الكره بسهوله، يقدر يعملوا منها خطوره كبيره جدا على منتخب كوتيفوار. فدي الحاجات اللي احنا لازم نستغلها مع النقطه اللي كان اسلام بيتكلم عنها من شويه، موضوع الدفاع المتقدم بوضوح في ماتش غينيا الاستوائيه. بالظبط. بنتكلم هنا، بص الراجل ده رافع ايده ولو جري هياخدها، ما اتلعبتلوش. نروح بقى الصوره اللي بعدها، هتلاقي الراجل ده لاعب للمساك الثاني، نفس الراجل هو في نفس الهجمه هيروح وهتتلعب له الكره طويله، هيروح بيها انفراد بس ساعتها مش هيقدر يسيطر عليها كويس فالكره هتضيع. الكلام ده متكرر جدا، فانا محتاج لعيبتي تكون واعيه هي بتعمل ايه. واعتقد او اتمنى ان باذن الله كيروش مدرب قادر ان هو يحفظ اللعيبه ده. يعني انا يمكن لما خرجت شويه كلام او يعني تسريبات لتشكيل ان ممكن يكون ايمن اشرف في نص الملعب،
بلاقي يجي في بالي بعد ما اتفرجت على الماتشات بتاعتهم ان ممكن يكون الهدف من ده ان ايمن يسقط يكون ثالث كقلب دفاع فيسحب مع حد فيدي مساحه لحد وراه. ممكن نشوف ده حمدي فتحي زي ما كنا بنتكلم من شويه.